ولو حياتك مسرحية، أحلى فصل فيها أنهي فصل؟ أحلى فصل فيها لا، هو في حاجات كتير أكيد. انتقال للنادي الأهلي. انتقالك للنادي الأهلي أحلى فصل أكيد. وإيه أوحش فصل؟ إيه أصعب فصل؟ الفصل اللي تحب تنساه، تتمنى تنساه؟ لما كنت احترفت في 6 شهور، ممكن الدنيا ممكن الدنيا ما كانتش ماشيه معايا بشكل كويس. في ظروف طبعا انا مريت بيها ما فيش حد يعرفها قوي الا الناس اللي قريبه مني. طبعا رجلي، انا راجع مصاب، اتصبت هناك، الدنيا ما كانتش ماشيه معايا كويس هناك. ايه اللي كان صعب هناك؟ ما قدرتش اتاقلم معاهم، يعني زي ما مثلا لما انتقلت للنادي الاهلي عرفت اتاقلم معاهم، دخلت وسط الفرقه، لكن هناك كانت بسبب مثلا في حاجات كده. اللغه طبعا دي كانت فارقه معايا قوي في البدايات. لما جه مدرب اتغير وكده، كنت انا في المنتخب، رجعت هي الدنيا اتغيرت تماما هناك، فانا ما كنتش عارف لايه. حصل لي بقى في حاجات حصلت لي كتير.